صباحكم الله بالخير مشاهدينا مرة ثانية. طبعا من الأخبار الجميلة اللي نسمعها دائما، سمعنا في الفترة الأخيرة تلك الأخبار اللي تتحدث عن الابتكارات والإنجازات طبعا داخل الدولة، بالرغم من الفترة السابقة إلا أن الإبداع والابتكار كان سمة بارزة لهذه المرحلة الصعبة اللي نمر فيها وإن شاء الله راح نعديها بإذن الله، حيث تمكن أيضا فريق من الباحثين والمبتكرين وطلبة جامعة الإمارات بدعم من جامعة الإمارات طبعا ومنتزه جامعة الإمارات العلوم والابتكار بإطلاق شركة مينا تاتش اللي هي ناشئة لتقديم تقنيات مبتكرة تعمل دون اللمس، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا بتطبيقات ذكية دون حاجة للمس المناطق التي يحتمل أن تكون ملوثة بالفيروس، لا سيما طبعا مفاتيح المصاعد والحد من انتشار العدوى للأشخاص الآخرين. حبيت جدا يا حمدة هذه التقنية فعلا، وأيضا أشار الدكتور فادي النجار الشريك المؤسس وأستاذ مساعد بقسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات في الجامعة بأن منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار ومجلس التوازن الاقتصادي يوفران البيئة الداعمة التي ستمكننا من ابتكار وإطلاق تقنيات جديدة مطلوبة في المستقبل. طبعا تركز هذه البحوث المشتركة مع الشركات على تحويل تقنيات متوفرة إلى تقنيات من دون لمس، وهي لوحة المفاتيح تشيك للمصاعد التي تعمل دون اللمس، تتيح طبعا لمستخدمي المصاعد تشغيلها دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار، تعمل بمجرد أنك تضع إصبعك بالقرب من الزر المطلوب دون الحاجة لملامسة السطح، حيث أن المصعد وخاصية الأزرار احتمالية عالية للإصابة بالعدوى، حيث يمكن للفيروس البقاء على الأسطح مثل ما كلنا نعرف لفترات جدا طويلة. بنتعرف أكثر مشاهدينا وأيضا حمدة على هذا الموضوع في برنامجنا برنامج صباح الخير يا وطن على هذه التقنية. معنا الآن عبر الهاتف المهندسة صفاء التميمي، خريجة الهندسة الكهربائية من جامعة الإمارات العربية المتحدة وأيضا متدربة في شركة ميتا تاتش. يا هلا ومرحب فيك. يا هلا مرحبا، صباح الخير. صباحة ورد. صباحة الورد. بداية أستاذة صفاء، يا ليت لو تخبرينا عن أكيد من وين جتكم فكرة نظام تك؟ طبعا الفكرة هي جتنا صراحة من حاجتنا في الوقت الحالي لمساعدة الإنسان، خصوصا مو بس نحن ما نركز بس يعني لفترة أزمة كورونا، لا بالعكس نحن لنا نظرة على المدى البعيد. تعرفين يعني نحن المصاعد تستخدم بشكل وايد كبير، يعني ما أقل مو أقل عن مرتين يوميا، نحن يعني نستخدمها في المنازل، في الدوامات، في الأسواق، في كل مكان. نعم. فلأن دولتنا والله الحمد مهتمة حتى بالتفاصيل الصغيرة، يعني خصوصا نحن نتعامل مع فئات مختلفة، يعني تتعاملين ويا أطفال كبار السن وغيرها، نحن ما نضمن أن كل حد مثلا يمسك أزرار هاي المصاعد ممكن أنه يكون يعني عقم إيده، أو ممكن حتى هو يعني بعد ما استخدم هالزر ممكن أنه يعقم إيده. فتجنبا لهذه التفاصيل يعني الصغيرة نحن بدأت من عندنا هذه الفكرة. نعم صحيح. أستاذة صفاء لو تعدلين لنا، هو نظام تشيك وليس تك مثل ما أنا لفظتها صح؟ تشيك نظام تشيك. أيضا أستاذة صفاء، على شو تعتمد هذه التقنية؟ ذكرنا أنه مروة في بداية حديثنا أنه وجودها في المصاعد، وأنت ما تقربي الأصبع في المكان اللي أنت ممكن تتناولين المكان، إلا أن على شو تعتمد هذه التقنية لو تقربين أكثر من مفهوم التقنية؟ بصراحة هي التقنية والدائرة الكهربائية جدا تركيبها بسيط، وهي تعتمد اعتماد يعني بشكل كبير على الحساسات السنسرات على مسافة جدا مو قريبة من السطح، لا تكون على مسافة يعني ليست بعيدة، بمجرد أن نضع فقط اليد، يعني حتى ما يحتاج أن نحن نحرك يداتنا قدامها، بس مجرد أن نضع اليد أمام السنسر وعلى طول أمام الزر يعني المطلوب، أمام كل زر عندنا نحن في سنسر خاص فيه أمام، يعني حتى الفتح وقفل المصاعد من الناحية برضو بعد الخارجية، فأمام كل زر عندنا سنسر خاص فيه. وطبعا حصلنا على براءة اختراع لتطويرنا لهذا المنتج. نعم مهندسة صفاء، شو هي أهم مميزات هذا النظام نظام تشيك؟ الحمد لله يعني له وايد مميزات، أهمها أنه سهل الاستخدام جدا، يعني ما يحتاج له يعني أي تعليم على الاستخدام، هو منتج مبدع سهل التركيب وغير مكلف، وهذا أهم شيء عندنا أنه يعني الحمد لله يعني بنحقق فيه بإذن الله اكتفاء اقتصادي لدولتنا، يعني ما يحتاج أن الحمد لله نحن نستورد من الخارج.
وهذا طبعا على المدى البعيد. وتعرفين يعني الله يعزك أزرار المصاعد ترى أوسخ وايد من استخدام الحمامات. صحيح. فيعني تجنبا لهذه الأمور هذا اللي يميز المشروع، اللي يميز المنتج مالنا. وصفاء احنا حابينك انت تغششين شويه شيء معين، يعني كلمينا هل في تقنيات جديده انتم تحضرون لها في الوقت الحالي؟ طبعا نحن يعني مبدئيا بدينا بالمصاعد لكثره استخدامها حوالينا وايد، وبعدين باذن الله في راح نعمل على الصرافات الاليه اللي هي الاي تي ام، آلات بيع الطعام خصوصا اللي هي الفندق ماشين، خصوصا انها منتشره وايد في بعض المدارس في الجامعات حتى في الاسواق. فهاي يعني اي شيء نحن عندنا يعني اي شيء ممكن انه يكون فيه ازرار ممكن ان نحن نستبدله بمنتجنا بحيث انه نقلل التلامس. نعم، كنت ويانا اكيد عبر الهاتف الاستاذه والمهندسه صفاء التميمي، شكرا لك على هذه المداخله الجميله، واكيد اللي خبرتينا عنها عن نظام تشيك، وكل التوفيق لكم يا رب. ان شاء الله يا رب، الله يحفظكم. يعطيك العافيه.